السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في لعبة اسمها ريمينز. قالوا عنها إنها زي رافت لكن في الفضاء، وزي ما تعرفوني أحب ألعاب الفضاء، فخلينا نشوف اللعبة هذه هل تستاهل نسوي لها سلسلة ولا كفينا بس واحدة حلقة. يلا نشوف. بسم الله. يا سلام، في الفضاء، نحن في الفضاء، حلو. يلا إيش قاعدين نسوي؟ بنفك هذا الشيء نحن ولا إيش قاعدين نسوي؟ ماني داري والله ايش قاعد يسوي هذا. يا احرق يا حبيبي احرق. ايوه نزل نزل كذا، حلو الشغل. ايش المركبه الفضائيه هذه؟ اه تمام، كل شيء تمام. ايه تفضل تفضل، عدي عدي عدي، حلو امورك طيب. ايش هذا؟ ايش اللي طالع في وسط الارض هناك؟ شعاع، والله شعاع كبير. اوه ايش هو؟ ايش صار؟ وبعدين في اوبا ريمينز البقايا. طيب ايش هذا؟ نحن بدينا الدنيا كلها تدمرت، كانت في مراكب فضائيه، مركبات وسبيس ستيشن، بس جينا هنا عند المكان حقنا هذا شكل ستيشن. او اقول لك استخدم البيكاكس عشان نسوي نصلحها. طيب شايف الجي يقول لك المهمات، ويك اب، نحن استيقظنا، لوك انت يور بوكيت. فين اشوف البوكيت حقي؟ فين اشوف جيوبي؟ شكله بالتاب. ايوه يا سلام، هذا بالتاب. يا سلام، يقول لك غلقنا المهمه، يقول هذا البيكاكس نسوي له، يبغى لنا 7 سكراب متر، يبغى لنا 5 ربر. حلو، ايش بينا قاعد امشي كذا اطوف. طيب هذه المهمه الثانيه، فايند سمثينج اراوند يور شيب. والله ما نعرف ايش الالوان هذه، كرو 3، هذه غلقناها المهمه اللي غلقناها. طيب خلينا نشوف حوالينا ندور، نبغى نسوي. شوف 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 في شيء هنا حلو. تعال 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 تعال، والله الله مره تحكم صعب. ايش هذا؟ خذ، اخذناه اخيرا، اخذنا ربر، هذا ربر حلو. طيب نحن نقول اوف، هذا ايش هذا؟ هذا يا سلام، هذا شكله اكسجين صح؟ شكله اكسجين. لا لا تغلق ولا تغلق ولا تغلق ولا تغلق، غلقنا. طيب خلينا نشوف الاشياء المتطايره، التحكم صعب شكله. بعدين يجينا يا سلام، اخذنا سكراب متر، اخذنا سكراب متر كم؟ الثلاثة، يبغى لنا 7 عشان نسوي البيكاكس. تمام، وهذا الربر يا سلام، نقدر نسوي البيكاكس الحين ولا ما نقدر؟ لا يبغى لك 7 و5، انا عندي 2. يلا طيب طيب 7 و5، شوف ايش الصندوق هذا، الصندوق في جي. تعال 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 تعال، اخذناه. والله ايش هذا؟ شكله ايش هو؟ يقول لك كوكيز. اه بس ما يحتاج، انا الاكل عندي الحين مليان. لا ناخذ كوكيز. طيب ايوه ايوه، تعال هذا ربر 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 هذا ولا ايش؟ ايوه ما نعرف والله. ايوه ايوه اخذ. اه لا سكراب متر، حلو حلو حلو. طيب والله ترى التحكم صعب، ما هو بسيط، اقعد اجري ورا الاشياء هذه. هاي الصناديق دائما فيها اكل، شوفوا الصناديق هذه فيها اكل. طيب آه هذا آه ما نبغى، لا نبغى نبغى متل. ايوه ايوه يا سلام، اخذنا متل، اخذنا. اوه صدقوا انه امتلت الشنطه عندي، امتلت، ما اقدر اخذ شيء ثاني. هذا ايش؟ هذا الربر ابغاه، حلو. وهذا ما اقدر اخذ، صدق شوف شوف شوف. ما اقدر اخذ. لحظه لحظه، اظن لازم نحن. طيب هذا هذا الاكل انا ما ابغى، ما ابغى اكل يعني، شبعان. اظن نغلقه كذا ولا نرميه، ما تدري، بس لازم اظن ما نقدر نطور الشنطه حقتنا الا والله. شوف باك باك، ايش يبغى لك؟ 5 بلاستيك. طيب نشوف نحن. يا سلام خذ، لا لا ما ابغى، انا برميته وجيت اخذته مره ثانيه. طيب طيب روح جمع جمع، نبغى ربر ونبغى سكراب متل عشان نسوي البيك اكس. وشوف البلاستيك، هذه بلاستيكيه، شوف شوف شوف، مره التحكم صعب. يا سلام اخذنا 1 بلاستيك، حلو حلو. ايش المعاناه هذا عشان الواحد هذا؟ ايش برضو اخذنا بسكوت، برضو اخذنا بسكوت. ما نبغى بسكوت يا ناس، نحن جايين في الفضاء طايرين عشان ندوي هذه الاشياء. ماني اظن يبغى لها تتكسر صح؟ ما اقدر اخذ اي شيء منها، هذه اظن يبغى لها تتكسر. طيب شوف، يحتاج اداه عشان نشغلها. طيب فين البيت حقنا؟ نروح بعيد عنه. طيب خلينا ندور. الله 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 الله، شوف شوف شوف، والله صعب التحكم، والله صعب. اخذنا ايش؟ اخذنا برضو بسكوت. ايش هذا؟ انا جاي الفضاء جيعان، والفضاء صار سوبر ماركت يقعد يبيع بس بسكوت. طيب نجيب من الاشياء، ربر ربر. يا سلام، يلا بقي جبنا الربر، نقدر نسوي البيكاكس، نقدر نسوي البيكاكس، بس جمع هذا الاكسجين ما احتاجها. خليني نروح ندور على الاشياء اللي تحتاجها زي كذا، زي سكراب متر هذه. ايوه 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 ايوه, أيوة, أيوة. يا سلام، ها لسه لسه ما جبنا 7، يبغى لنا 7. والله صعبه صعبه، يبغى لنا. شوف شوف قاعد ادور في الفضاء وادور حتى احصل. يلا خلينا ندور، شوف شوف هنا في 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 في. يا سلام، انزل 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 انزل. ايوه شوف ربر هنا. لا هذا ايش؟ هذا ايش؟ لا ما ابغى اكسجين، اكسجين حقنا. طيب شوف هنا، انا ابغى السكراب مثل هذا، حلو. يلا 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 يلا
يا سلام. ها جبنا البيكاكس، نقدر نسوي بيكاكس. تصدق انه اهم من البيكاكس انه نسوي، بس يبغى لنا بلاستيك. يا نسوي بيكاكس حبيبي، نسوي. يا سلام عندنا بيكاكس خطير كمان، خليه رقم واحد، خليه رقم واحد. طيب البيكاكس اظن نقدر الحين نصلح فيه القاعده حقتنا. قالك تقدر تصلح القاعده، نشوف هنا كمان. شوف شوف شوف، في ربر، في ربر يا حبيبي. تعال 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 يا صيدك. حلو 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 والله. صعب صعب التحكم في الفضاء. اوكي طيب ايش يقول؟ يبغى لنا، يبغى لنا 5 الكترونيك بارت، ويبغى لنا 2، عندي 2 متل، ويبغى لي 4 واير. اوه والله شغل شغل، اقعد اصيد في هذا. طيب خليني اشوف اقدر اكسر الاشياء الحين. انا عندي هنا، ايوه شوف الاشياء هذه اقدر اكسره ولا لا. ايوه 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 كسر كسر. ايش اخذ؟ سكراب بيتر، حلو والله. واخذ بلاستيك كمان، مره خطير مره، بدل ما اقعد اطاردها في الفضاء. في شيء بيترمي لانه ما يكفي. شوف بس خليني اكسر هذه، اكسرها واسوي ايش؟ يا سلام يا سلام. خليني الحين اطور الحزام حقي. ايوه باقي لي ربر. يبغى لي ربر. طيب هذا ايش هذا؟ هذا واير والله، واير نحتاجه، الواير نحتاجه. قلنا نحن هذا ايش تحتاج؟ البكاكس تحتاج، الربر 5. طيب الواير نحتاجه، ناخذ الواير والله كلهم نحتاجهم. لازم لازم اظن، خلينا ندور على ربر، ندور. هذا هذا ربر. يا سلام ياخذوا. ايوه ها اسوي هذا ولا ما يسوى؟ الا والله سوى. يا سلام شوف جازة 4 سلوت. فين راح الصندوق اللي دوبه كان فيه؟ اي شوف والله راح، ما داري فين راح. يلا بس اقعد جمع 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 هنا الاشياء المطلوبه. ايوه يلا يلا يلا. انا ماني عارف لو كسرت الدبري هذا اللي هنا ايش الاشياء اللي تعطيني؟ بس تعطيني متل وبلاستيك ولا ايش تعطيني؟ تعورت، انتبه تيجي للشيء كله. شوف والله اخذت سكراب كثير، حتى بلاستيك، بلاستيك وسكراب بس، ما يعطيني شيء ثاني. بس انا اشوف والله حتى واير يعطي واير. حلو يلا وريحوني كذا. يلا كسر كسر كسر، اقعد جمع جمع. الشيء اللي لاحظته انه هذول يعطوني متل ويعطوني واير ويعطوني بلاستيك بس، ما يعطوا ربر، ربر ما يعطوا. طيب خلينا نشوف، نرجع نقدر نسوي ابجريد للقاعده حقتنا. ايش عندنا؟ مهمات، غلقت المهمات. ريبير ريبير يور شيب. يلا يلا يلا، تعورت والله، الهيلث حقي نقص، يبغى ننتبه. طيب اظن بالالت، بالالت اوقف، بالالت اوقف. طيب يقول لو بنيت القاعده، لا ايش باقي لي؟ باقي لي اوف والله لسه باقي لي الكترونيك كومبوننت، شكلي لازم اروح ادور عليها. يلا خليني اروح ادور عليها، اشوف الطايره هنا في الارض ونرجع. ايش هذا الشيء الاحمر؟ شيء رهيب، ايش هذا؟ اوه بلاستيك. شيء شكله احمر يختلف. والله الدنيا، الكوكب كله زباله، الفضاء كله زباله صاير. طيب ابغى الكتريك كومبوننت، ندور عليها. شوف هالميتل، هذا ميتل ما يطلع، هذا الميتل ما يطلع من هنا، الميتل عادي الصافي، مو الخرده، مو سكراب ميتل. هذا ايش هذا؟ هذا بلاستيك. ايوه شوف هذه مره نادره، هذه مره نادره مره نادره، ما تيجي ببساطه. شوفوها هي اللي احتاج عشان ابني كمان، خليني ادور عليها كثير بصراحه. ايش هذا الشيء؟ تعال تعال تعال، ربر، ربر مهم، الربر ما يطلع من المايننج، يعني لما نسوي مايننج ما يطلع ربر. لا هو ولا الكتروكال كومبوننت، فشكله مره مهم. هذا ايش فيه؟ ايش فيه؟ هذا اظن اي ربر طلع فيه، اظن فيها اشياء راندوم، صدقوا. هذا 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 اللي ابغاه، مره مهمه مره مهمه. وهذه كمان اخذ، يا سلام واير اخذنا فيها. نبغى كمان الكتروكال كومبوننت، نبغى الكتروكال كومبوننت. هذا ميتال برضو مهم، من الاشياء الصعبه اللي نحصلها. الربر مهم صراحه، الربر مهم. طيب نرجع نشوف نقدر نركب الاشياء ولا عندنا، ماني عارف. الكتريك كومبوننت عندي 5، هل هذا يكفيها ولا ما يكفيها؟ نرجع. بس شوف قبل ما تيجي لا تصقع في القاعده حقتك. شوف انا السرعه حقتي 250. ايوه والله بعدنا بعيد على القاعده حقتي. لا ارجع لها ارجع لها، وصلنا. هدي 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 هدي، يلا نصلحها نصلحها. ايوه معنا كل شيء معنا كل شيء. ايش نسوي؟ لازم لازم يا سلام يا سلام، غلقنا مهمه. ايش يقول؟ خلينا نشوف ايش مطلوب المهمه الثانيه قبل ما نشوف. اوبن ذا جورنال اند فولو اب ذا انستركشن تو ريسكيو. طيب يقول لك لازم نسوي كل المهام هذه. طيب خلينا نشوف خلينا نشوف، يا سلام ايش في اشياء هنا. هذه اظن عشان تسوي، عشان تسوي انت مركبه تمشي بالقاعده حقتك، القاعده حقتك ثابته، فلازم تسوي شيء. يبغى لنا هذا ويبغى لنا بروسيسور، بس اظن لازم اول شيء. شوف يا سلام هذا شغل حلو، هذا الريسيرش. هذا لو انت دفعت 15 متل، عندي 15. ايوه عد عد حبيبي خذ. لو دفعت حعرف اسوي الكترونيكال كومبوننت، يا سلام. ولو دفعت 25 عندي، ايوه ادفع 25 اعرف اسوي الواير. دحين كمان اقدر اسوي البولت، واقدر اسوي باقي لي والله اروح اجيب سكراب متل عشان اعرف البروسيس. الواير كم عندي؟ 10.
هذه وايرلينج. وهنا اذا جبت البولت، طيب خليني اروح اقفل، ابغى اقفل سكراب متل، اجيب جراف سكراب متل، وبعدين ايش عندي اشياء بلو برنت هذه ما سويت. اوه اقدر اسويها، حلو حلو حلو. ايش يسوي هذه؟ ايوه يا سلام، اقدر اسوي قاعده. اوه بس يبغى لها متل عادي وسكراب متل، حلو. طيب انا ايش اشوف الاشياء اللي فتحتها هنا؟ انا هذه مبسوط فيها، اقدر اسوي الكتريكال بارت ما احتاج، واقدر اسوي واير بس الربر مهم، واقدر اسوي بولت. البولت يبغى له بس سكراب متر. خليني اروح اكسر سكراب متر بسيط. شوف المتل هذا مهم، هذا المتل مهم، ما يجي كمان هذا. يلا جيبه جيبه جيبه، وخلينا نكسر هذه. يلا بسم الله. وهذه واحده ثانيه كمان، كسر يا حبيبي كسر كسر. والله حنجمع سكراب متر كثير نحتاجها، اظن سكراب متر مره مهمه هنا وغيره كمان اللي بجنب هذه. اوه اول مره انتبه انه البيكاكس حقي بينكسر. اوه طيب خلينا نرجع القاعدة، أظن جبنا كفاية كفاية. بس لو في متل جيب متل ربر، شفتها في الطريق لا تقول لها لا. حلو رجعنا الحين، إيش أبغى أسوي؟ أول شيء أبغى أسوي أبجريد، أبغى أكمل الريسيرش. بروسيسور أيوه، تبغى 30، تبغى 30 حط نقدر. يلا خلاص غلقنا من الريسيرش حق نشتغل على هذه الأماكن. لكن قبل ما نشتغل أبغى أكبر القاعدة حقتي وشكلي، والله أعلم. أيوه إيش هنا؟ هنا تختار جدران، اظن لو سويت قاعده تقدر تمشي فوقها. حلو حلو حلو. طيب ايوه كذا حبه، ايوه سوي واحده ثانيه هنا. يا سلام كبر القاعده حقتك عشان تقدر اوه سكراب متر غلق عشان حطيته، والله سكراب متر غلق. اوكي طيب انا شايف صندوق، ايش يبغى له الصندوق عشان نسويه؟ يبغى لنا سكراب متر، مره مهمه سكراب متر. طيب نحن ايش عندنا مهمه؟ يقول لك فان ذا ريمين اوف اذر كرو، شوف بقايا الناس اللي معاك كانوا، وبيلد يور سيلف هاوس، لازم ابني هاوس. اوكي يلا خليني اروح اجيب اشتغل. شكله كمان اقدر اسوي بيكاكس ثاني، يبغى لي سكراب متر. يلا يلا اروح اشتغل واجيب سكراب متر، واذا حصلت متر عادي كمان نشتغل عليه. يلا خلينا نسوي بيكاكس احتياطا، لو تكسر اللي في يدنا هذا يسوينا واحد ثاني عشان نقدر نجيب، وخلينا نشتغل ونجيب متل ونجيب سكراب متر. شوف اتكسر. عندي واحد غير يا حبيبي، عندي انت بس. انت امر امر. شوف الكتريكال كومبوننت صرت ما اخاف منها لاني اقدر اسويها من السكراب متل، شايف؟ بس المشكله المتل العادي كيف اقدر اسويه؟ هذا اللي هنا فين الالكتريكال بارت؟ ايش تحتاج؟ تحتاج متل واير، والله يعني متعبه. لا 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 والله صعبه، المتل صعب، نادر المتل هذا يجيني. اوه جاني انذار الاكسجين واطي، يبغى انا ادور لي على الاكسجين. لازم اظن ابني شيء حق الاكسجين، مو معقول اقعد ادور لي على قوارير اكسجين كله في الفضاء يا طايره ولا لا. يلا غلق من هذا، خلينا ندور على اكسجين. يلا شوف قاروره، شوف قاروره، تعال 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 يا حلو تعال. ليه تروحي؟ ليه؟ مره التحكم صعب، لازم اظن ناخذ جهاز. فين راحت؟ مليانه عندي الدنيا مليانه. تعال تعال دحين انت، ايوه خذيها. يا سلام ناخذ اكسجين. يلا يا سلام، والله ما كفتني واحده قاروره، ما عبت لي اياها كمان. يلا ندور على غيرها، شوف في قاروره ثانيه هنا. ابغى اوه هذا متل، المتل المتل حموت. المتل هذا مره مهم. اوكي خذوا يا سلام، ايوه وخذ القاروره هذه خذها. حلو ها كمان اداني ثلاثه قوارير، يا سلام على الشغل الحلو. هات المتل اللي هناك، لا خطير، متل وراء الكتريكال كومبوننت، هذول اشياء نادرين، هذول مهمين جدا. طيب رجعنا القاعده حقتنا، حلو. نكمل اول شيء، خلينا نشوف الابحاث. استنى خلينا نشوف الابحاث عشان نبغى نغلق من الابحاث، نحن نبغى نجيب ادوات. هذا الواير ما نعرف يعني، يبغى 25 واير، بيضيع لي 25 واير عشان يطلع لي وايرنج. اوه شوف هذه الاشياء مهمه، ابغى هذه وجرافيتي، هذا اوف اوف اوف، هذا حيخطف لي الاشياء، يجيب لي الاشياء. طيب احط في يجيب نجيب. يلا ايش اسوي؟ امر الله، دحين هذه يبغى لي 25، هاي غلق هذا. غلقت الاسلاك عندي. طيب ما فتح لي، ايش الاشياء اللي فتح لي اياها؟ واير، انا ما اعرف ايش وظيفته هذا. واير كونكتنج تول، اظن يعني يربط الاشياء مع بعض. كيف اجيب واير ثاني انا؟ كيف اجيب واير ثاني؟ هنا يقول لك الواير بالربر، وهنا ممكن نجيب واير ثاني، لكن خليني اول شيء اغلق من البناء. انا كنت ابغى ابني القاعده حقتي، خليها 3 في 3 ولا 4 في 3، ايش رايكم؟ حلو هنا. طيب انا عشان ابغى امشي في القاعده حقتي خليها 4 4 3. يا سلام بس حيغلق علي، انا عارف. شوف غلق المتل، غلق علي تمام. خليني الحين اقدر اجيب واير عشان افتح. ايوه هات الواير. كم تقدر تسوي؟ سوالي 6 واير. لما نجي هنا ونقول له على الابحاث، نقول له لسه باقي لي 20 واير عشان افتح الاداه هذه اللي اقدر اجيب منها الاور. تمام
والله كمان بس هذه الأشياء بولت عشان أفتح الأداء. أوه هذه كلها بناء. البولت كيف أجيبه؟ كيف أجيب البولت؟ نطلع هنا ونقول له فينك يا بولت؟ فين البولت؟ إيش يحتاج؟ يحتاج سكراب متر. والله يبغى لي أشتغل. يلا خليني أشتغل على سكراب متر دحين. يلا أروح أجيب كثير. طيب جبنا سكراب دحين، إيش نبغى نسوي؟ إيه نبغى نجيب بولت، نبغى نجيب بولت. يلا كم بولت نحتاج؟ سوي واحد. اوف 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 أوه المشكلة. يبغى له صندوق، يبغى له صندوق. لا تروح البولت، لا تروح، لا تروح. ايوه ايوه سوي صندوق. ايوه حلو. اوف حتى الصندوق ما له مكان. ارمي البيكاكس. طيب ارمي البيكاكس، لا تروح. اوكي رمينا البيكاكس، هات الصندوق وحطه هنا. يا سلام حط فيه بعض الاشياء. يلا يلا خذ 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 خذ. يلا ريحت شوية بس. فين البولت؟ فين البولت راح؟ اوه شوف الصناديق، هذا البيكاكس وهذا البولت. حلو حلو تمام اوكي. طيب طيب نرجع دحين هنا ونقول له سوي لي البولت. انا كم احتاج بولت عشان البحث؟ كم احتاج؟ 10 عشان اجيب الانرجي جنريتور. اوه 10 والله كثير. كيف هنا اثنين؟ اوف فين راح؟ ايه جب حطيت هنا جوة الصندوق اصلا. يلا اطلع اطلع كلها، اطلعي اطلعي. طيب سوينا 10 بولت حلو. نقول له دحين تسوي لي. اوف في صوت انذار، شكله اكسجين بيغلق. سوي فك في شوف تقدر نسوي بعدين اكسجين. روح دور اكسجين، اكسجين دور اكسجين. شوف 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 اكسجين. طيب لا لا تزعق علينا، لا تزعق علينا. جينا جينا خذه. فين ثلاثة؟ ايوه ايوه والله خطير. لازم نسوي اكسجين، لازم نسوي اكسجين. اوكي يلا نرجع هنا، نرجع للقاعدة حقتنا. والله لازم البيت نغلق البيت كمان، ما نقدر نسوي لنا بيت هنا. ايوه نقفل هذا المكان ونقفل هنا. حلو. اوه غلق سكراب متل عندي غلق. طيب ايش الاشياء اللي اقدر ابنيها كمان؟ انا شفت انا جبت جنريت. اوه يحتاج 5 بولت، 5 بولت عشان نسوي واحد جنريتور. يلا يلا خلينا نروح نجيب. تمام نرجع القاعدة دحين. ايش مطلوب؟ مطلوب بولت، لازم نسوي بولت ومثل. المثل كمان ناخذه، المثل محطوط عندي في الشنطة هنا. حلو حلو هات 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 كله والله. حتى ايش ابغى اسوي؟ والله عندي 1000 شغلة وشغلة بسويها. حط المثل هنا. حلو نجيب الانرجي جنريتور. يبغى لنا بولت، البولت يبغى له 5. بس قبل ما اسوي البولت خليني افك هذه. ايوه ابغى اطلع هذا عشان اقدر اكسر المايننج. اوه هذا كمان ابغاه ابغاه. يا سلام يا سلام جبنا الادوات. هذا ايش نفتح؟ ايش يبغى لنا؟ يبغى لنا الكترونيك بارت بسيط، هذه نسويها. هذا هذا ايش الميتال بارت؟ من فين جيب الميتال بارت هذا؟ والله تعقيد بس هذه بسيطه. طيب خلينا دحين ايش نسوي؟ نسوي الجنريتور، انرجي جنريتور. يبغى لنا بولت، البولت قلنا انا ابغى 5. حلو 1 2 3 4 5. نرجع نسوي. سويناه. فين راح؟ شوفوه. اوه طيب هذا ايش هذا؟ هذا كانه يقول لك يحتاج انرجي، يحتاج انرجي. اظن يحتاج نديله بلاستيك يعني. ايوه اي والله. طيب اديته بلاستيك، ايش سوى؟ والله ادانا طاقة. كيف ايش نسوي في الطاقة ما اعرف. يمكن يبغى له بعدين اسوي له الوايرلينج هذا. الحين خليني اقفل، ابغى اقفل بعدين. ابغى اسوي باب. فين الباب؟ هذا الدور، هذا الدور. ايش يبغى له الدور؟ يبغى له 15 بولت. نسوي ب 15 بولت. يلا 1 2 3 4 5. يا سلام يا سلام. هيا نسوي باب، باب كذا صح؟ والله خطير. نبغى نسوي قاعده. طيب والجدار؟ نسوي لنا جدار كذا. ايوه ايش مطلوب؟ ايوه طيب تيجي كذا. يا سلام. المفروض ان ليه هذا ايش يبغى؟ غلق عندنا سكراب متل. بس حتطلع عندنا قاعدة رهيبة. شوف فتح يا باب. طيب طيب خلاص ممتاز. اوكي جينا محملين ذحين. نبغى سلام. انزل 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 انزل. ايوه طيب حلو حلو. خلينا نفتح الشنطة، نحط واحدة من السكراب متل هنا. وخلينا بسوي بولت بصراحة، بسوي بولت مرة كثير. سوي لأنه مرة مهم في الاستكشاف. انا ماني عارف هذه ايش فائدتها دحين الجنريتور. ليه اسوي جنريتور انا؟ ابغى اشوف هذا الاكسجين. والله مهم مهم. يبغى لنا 12 عشان والريبير تيبل 13. والله قاعد اخسر كثير.
قاعد اكسر. طيب خليني ايوه 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 اسوي جدار. والله اقدر اسوي جدار انواع واشكال، بس هذا مرق قزاز يعني. هذا طيب يعني كذا، شوف يا سلام يا سلام. لا غلق غلق. نسوي هذا الشيء، خلينا ايش هذا؟ اوه طاح. طيب خذ، خلي لحظة لحظة، لا تروح لا تروح، هاي روح عني تعال. ايوه ابى اشوف الاداة هذه ايش وظيفتها. تحفر، يقول لك تحفر في الصخور. اوكي يلا نشوف نكمل. فين راح الصخرة؟ هذا الصخرة، شوف ابى احفر ايش تطلع منها، بعرف ايش تطلع. يلا تعتر. ايوه ايش طلع؟ والله ما نعرف ايش بيطلع. انا قاعد احفر على الفاضي، ولا لازم تغلق اول شيء للاخير وتطلع؟ والله ما ادري. اوف ايش هذا؟ اوه المنيوم اور، اوه بس مليان، انا ما عندي شيء. طبعا اعزائي المتابعين اظن كذا يكفينا هذا القدر. قولوا لي اذا تبغون نشوف حلقه ثانيه نشوف فين نوصل. انا بصراحه البناء عاجبني بس احسه صعب، الحركه صعبه. اوكي لا تنسونا من الملاحظات، وفي امان الله.